السلام عليكم مشاهدينا، النهارده هنتكلم على ازاي تحافظي على غسالتك، ازاي تعيش معاك اطول فتره ممكنه، ازاي تعملي دوره الخل، ازاي تقدري تطلعي غسيلك نظيف. عشان بعض العملاء بيقولوا ان غسالتي مبقتش تنضف زي الاول، غسالتي بقت تطلع هدوم متسخه. فالنهارده هنعلمك ازاي تحافظي على غسالتك. اول حاجه خالص، وانت بتحطي اول حاجه بتعمليها بتحطي الغسيل، لازم تسيبي فرق شبر بين اخر قطعه في الغسيل وسقف الحله من فوق، قبضه ايد كده علشان ما يحملش على الغساله، وعشان الغسيل يبقى فيه فراغ ينظف. لما يكون فيه فراغ الغسيل يتقلب مع بعضه يعمل عمليه احتكاك، فالغسيل يطلع معاكي نظيف. وتاني حاجة بنقولها ودي بنهتم بيها جدا، ان احنا ما نشغلش دورة الغسالة مرتين ورا بعض، لازم على الاقل او تسيبي دورة الغسالة بين الغسلة والغسلة 6 ساعات على الاقل، تريحا للموتور وللبلي والحاجات، ما تهلكيش الغسالة ورا بعض تهلك معاكي وتتعب معاكي بسرعة. خلاص، بعد كل دورة غسيل انت بتغسليها لازم تنضفي الكاوتش دي كويس. بعد ما تخلصي الغسلة تمسكي حتة القماشة وتنضفي هنا كويس، علشان ما يحصلش على حضرتك بكتيريا أو صدى خفيف من المية والحاجات زي ما موجود وملحوظ عندنا دلوقتي. فلازم بعد كل دورة لازم أنشف الغسالة كويس، وأسيب باب الغسالة متهوي شوية ومفتوح مش مقفول على الآخر، علشان يحصل معانا بخار والمية اللي جوه ما تتكتمش جوه، ويحصل عملية تهوية للحلة من جوه، ما نقفلش باب الغسالة على الآخر. طيب، والهم اهم حاجه في دوره الخل ديت ان احنا في رواسب كتير تبقى ملاح على السخان والاتساخات بتاعه الملابس في الكاوتش من جوه، في الخراطيم من جوه، في الحله. فاحنا بنعمل دوره الخل ديت مع درجه عاليه من الغسيل، نعملها مثلا نظبطها على الدي مع درجة عالية فوق 70، عايز تعملي 70 80 أو 90 أحسن، عشان يكون معاكي يموت البكتيريا معاكي، يفتت الأملاح وتنزل كلها مع رواسب المية. أول حاجة بنعملها بنشغل الغسالة، بنخلي الغسالة تملى شوية مية، وبعد كده بنبدأ نملق إزاز الخل الصغيرة في الغسالة. بعد ما نخلص بنسيبها لغاية ما تخلص وتاخد دورتها عادي خالص لغاية ما بتخلص. بعد ما بتخلص الدورة خالص وتنضف وتعمل وتطرد المية، بنفتح الفلتر دوت، بنطلع بقى الرواسب اللي طلعت مع الغسيل مع المية وطلعت مع الحاجات دي كلها والأملاح، بنبدأ ننضف. دورة الخل ديت لازم الناس تهتم بيها وتعملها كل شهر ولا حاجة، لأن الخراطيم من جوه لما بنفك الغسالات بنلاقي فيها كمية رواسب كتيرة قوي وكمية اتساخات كتيرة قوي، فلازم نحافظ عليها وننضفها على طول دوريا بدورة الخل دي. وكمان بتحافظ على السخان، السخان بيبقى فيه كمية أملاح، الأملاح دي بتأثر معانا ما تخليش توصل السخونية بسرعة للمية، يعني بدل ما هي بتسخن مثلا في تلت ساعة لا تقعد معاكي أكتر من نص ساعة بتسخن، فده بيأثر على أسلاك الغسالة وبيأثر على الغسالة. تمام؟ وبتنضف معانا الكاوتش، الخل بينضف معانا الكاوتش ديت والخراطيم من تحت. بعد ما نخلص الدورة دلوقتي حضراتكم الغسالة خلصت دورة الخل، نبدأ نفتح الفلتر إذا كان في رواسب أو في حاجة بننضفه كويس وشوايب، لأن لو في شوايب في حاجة بعد دورات الغسيل التانية بتيجي تلاقيها بتطلع مع المية فوق، وممكن تلاقيها في الغسيل وممكن تعملك بقع في الغسيل، بالذات لو حاجات معدنية تعملك صدى في الغسالة من جوه في الغسيل. بعد ما ننضفه كويس ونحط بنقفل تاني الفلتر. بنفتح الباب زي ما قلنا، وبنجيب أي قماشة ونبدأ ننضف ونمسح المية ونغسل الكاوتش، وبنقفل الباب منقفلوش على الآخر، وبنسيبه مهوي علشان الغسالة من جوه متكتمش والبخار من جوه ميأثرش على حاجة.
اما الدوس في بعض الناس كتير ما بتعرفش تشيله، في زرار جوه زرار ضغط بوش، تضغطي عليه بصباع ايدك تطلعي الدرج بكل سهوله، تبداي تنضفيه من رواسب المسحوق رواسب الزهره اللي بيكون موجوده هنا، وبتغسليه كويس جدا على الحوض. يعني شو بعد كده تركبيه سهل جدا، النجله ديت والنجله ديت اهم ما يطير الدرج من جوه، تضغطي ضغطه بسيطه وكده الدرج ركب. ولو احنا افدناكم بالفيديو دوت يا ريت لايك للفيديو واشتركوا في القناه عشان تعرفوا كل جديد عن غسالات الملابس وغسالات البطاقه.